كان. ان شاء الله. الهي ايوه الهي نجح بنيتنا يا الله. لا بالعين بالعين خداي تشي قنا داره الله تنبله قنا داره الله خبي شاره شرا تحشي دوردي شرا تحشي دوردي تنبلي خو درس بخون زين درس بخون شو درس خوندي درس مخوندي تحشي دمياري شوفي هو تلج قال 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 شوفي اهم شيء ان صحتك زينه انزين وعندك هوايه ان شاء الله يعني انا اتوقع انه هو يقول يعني هو على على ترجمتي انا باكر لما يترجمها طالب الترجمه ان 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 عندك هوايه الدراسه اي شيء صح؟ اي شيء اي شيء هوايه الدراسه هوايه الدراسه وياي بدور ثاني؟ لان هي تحب الدراسه فتبي تعيد الدراسه والله بنفسي اصير دكتوره والله تصيرين دكتوره؟ دكتوره اسنان دكتوره شنو؟ انا دكتوره اسنان والله اسنان انا انصحك بما انك راح توكلين حمام بيطريه افضل بيطريه؟ لا ما ابي بيطريه حمام حمام يعني يعني ترى وايد ترى هالفقاره الحمام هذا ترى هم يبي له واحد يداري يبي له اطباء يعني مثلا مثلا حمد هذاك اليوم مغير عنده حصان بالاسطبل عنده يحوس يدور له بيطري ماكو كل اطباء بشريين زي سيري بيت تكسبين ثواب بالحي هذا المشكله بعد مو بيطري بيطري اسنان بعد بيطري اسنان يعطيك العافيه عموما رغد يعطيك العافيه الله يعافيك اغنيه وطنيه تهدينا حق اغنيه وطنيه تسلم لنا الكويت تهدينها حق منو هديها حق كل الكويت كل الكويت حق كل الكويت مشكورة. ويا رب الكويت كل الكويت ادعوا لها تنجح مشكوره يا رب هذا الاهداء هذا ما حد اهدى حق الكويت كل حق نفسه وحق ربعه مشكوره ويعطيك العافيه يعطيك العافيه رغد يعطيك العافيه نختم مخرج وعندي اهداءات حرام على السريع على السريع اهداء شنو هذا؟ اي ما ادري عندي اهداء من ريم السبيعي الى خواتها وحق اموله لان لحظه لحظه بعرف بعرف لهالدرجه عمي ما تشوف حط اخو حط كذي واقرا شلون احط اهداء قاعد تقرا هني ترى ما في وقت ما في وقت جسم ما في وقت اي زين هذا خلصنا ولا بعد؟ هذا توني انا قريت لك اياه ثلاث مرات خلصنا هذا اتفضل اهداء من بشار الى محمد المنصور وجاسم الباوي وجاسم وجابر العيسى وخالد الاسود وعقيل الخريبط واهداء خاص من بشار الى دعاء ويقول لها اسف على الموقف اللي صار واحبك وايد الله يديم المحبه ان شاء الله ويرد امين الزعل يا رب العالمين وعندي اهداء من مريم السبيعي اهداء الى اخواتها وحق اموله العنزي والله يوفقها ويحقق اللي تتمناه وحق اللي في بالي وحق عبد الله حق عبد الهادي القبندي وحق ماماتي الله يطول بعمرها وحق كل ستاف الشاهد وحق الفيسبوك وعندي اهداء من طبعا تفضل اهداء عندي من الشاعره والكاتبه نور السمرائي واصلنا بالايميل السمرائي شاعره وكاتبه هذه الى بدور عبد الله وعبد الله فريد وصفاء والمخرج فيصل الحروبي وامها وابوها يعطيهم العافيه خلصنا اهداءاتنا خلصنا اهداءاتنا ووصلنا الى نهاية الحلقة طبعا كنا سعداء وياكم الوقت مر بسرعة صلاتكم حلوة وإن شاء الله نلتقي وياكم باكر الساعة واحدة بعد منتصف الليل شاهد اف ام كلمة حمد يلا مع السلامة نشوفكم باكر إن شاء الله إن شاء الله أيوه